عيد عيد. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام. بيان من أهالي اللاذقية. نحن أهالي الأحياء المحاصرة أمنيا في اللاذقية نعلن ما يلي: نتيجة لتقطيع أوصال المدينة بالحواجز الأمنية ونتيجة لاستمرار الاعتقالات على تلك الحواجز، فإن أهالي الأحياء المحاصرة باتوا يعانون من الاختناق الاقتصادي، وبناء على ذلك قررنا تنفيذ عصيان مدني جزئي حتى فك الحصار وإزالة تلك الحواجز. ويتمثل هذا العصيان في الامتناع عن دفع فواتير الماء والكهرباء حتى إشعار آخر، وندعو إخواننا في بقية المحافظات إلى ذلك. والسلام. اللاذقية في 21/6/2011. الشعب يريد إسقاط النظام.